السلام عليكم الدراري. في هذا الفيديو عندنا اخبار كثيره وجميله بخصوص ثلاث لاعبين ديال المنتخب المغربي، وايضا واحد اللاعب موهبه مغربيه اسبانيا باقي ما اختارش، لكن واحد الخبر عليه بزاف. نبداو بالتفاصيل. نبداو مع شادي رياض لاعب برشلونه والمنتخب المغربي، بحيث ان نادي اسباني مهتم به حاليا. كشف موقع ريفيل والاسباني المغربي الشاب شادي رياض مدافع برشلونة بات تحت أنظار نادي أوساسونا الذي يلعب حاليا لديه مهاجمنا المغربي الزلزولي معارنا من برشلونة إلى نهاية الموسم الحالي. وأكد ذات الموقع أن أوساسونا يرغب في انتداب شادي رياض الموسم القادم لتعزيز خط دفاعه، بينما بات محتملا جدا عودة الزلزولي من إعارته لأوساسونا إلى برشلونة. وغالبا غيطرى لنا الصدام ديال الزلزولي هو انه غادي يمشي اعاره واحد عام باش كما كنقولوا يتحك. كاين واحد الخبر كيخص لامين يامال، اللاعب اللي باقي مختار واش لاسبان او للمنتخب المغربي، بحيث ان اشهر وكيل اللاعبين في العالم اللي كتعرفوا كاملين اللي هو خورخي مانديز وكيل رونالدو السابق، بحيث كيتيق هذا الوكيل باللاعب الصغير في السن صاحب 16 عام لامين يامال. وفي الوقت اللي بدا به مدرب البارسا تشافي كيهتم به بزاف، وكان واحد التواصل مع الجامع الملكي المغربي لكرة القدم لمراقبة التحركات ديالو، فإن الوكيل مانديز باغي يشوف هاد اللاعب هذا في السنوات المقبلة لاعبا متألقا داخل برشلونة قبل ما يصيفطو لاعب فريق آخر، وهو اللي عنده علاقات كبيرة وشبكة متنوعة في جميع الدوريات الكبرى. وكما معروف راه مانديز مكتعاملش بزاف مع المواهب الصغيرة في السن إلا لشاف شي حاجة ماشي طبيعية وموهبة مميزة، وشي يلقى في اللاعب لامين يامال اللي كتعتبر واحد من افضل اللاعبين اللي تكونوا داخل اكاديميه لاماسيا. وندوزو دابا لحكيم زياش. اولا نبداو بالصحفي ديفيد اورنشتاين، صحفي صحيفه دي اتلتيك البريطانيه، قال من المقرر ان تستمر عمليه اعاده البناء في فريق تشيلسي بعد ان انفقوا بالفعل حوالي 600 مليون جنيه استرليني في اخر فتره انتقال، وسيركز مالكي النادي الان على تخفيف حده الفريق واستعادة بعض الأموال من خلال المبيعات للاعبين في الصيف. وقال أن هناك عديد من اللاعبين من توقع أن يغادروا هذا الفريق مثل أوباميونغ، حكيم زياش، ميسن مونش، وكالاغير، ولوفتشيك، ولاعبين آخرين في الشك بحال أسبلاكويتا وميندي. والخبر الأخير معنا هو بخصوص باريس سان جيرمان. حاليا الصحافة العالمية والإنفسي سبور كتقول باللي أبرز اللاعبين اللي مهتمين بهم وباغيين يجيبهم في الصيف كاينين في جميع الخطوط، كان مهاجم نابولي أوسيمان، حكيم زياش لاعب تشيلسي، وكان سكرينيار في الدفاع من انتر ميلان، وكان اكسل ديساي موناكو ولاعبين اخرين، لكن غالبا زياش هو اللي غادي يمشي اليوم او لا قدر يمشي لتوتنهام. اش بان لكم وتهلاو لي فرص.